واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم مع تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي صدرت منذ قليل، والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي هذا العام. وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 2363 دولارا للأونصة، وجرى تداوله في نطاق ضيق معظم فترات التعاملات يبلغ 6 دولارات بعد صعوده 1% أمس. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 2373 دولارا و70 سنتا للأونصة. ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين.